بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنتكلم على الماتيريالز، والماتيريالز دي بنصنفها بيزد على البانديجرام إلى ثلاث أنواع. نوع بنسميه انسوليتر، ونوع بنسميه سيمي كوندكتور، ونوع بنسميه ميتالز. يبقى نوع بسميه عوازل، ونوع بسميه أشباه موصلات، ونوع بسميه ميتالز. بالنسبة للإنسوليتر، لو جيت بصيت على البان دايجرام، إيه هو البان دايجرام؟ إن أنا برسم الإنرجي على المحور الرأسي والسبيس على المحور الأفقي، وأجي أعرف الفيرنس باند، وأجي أعرف الكوندكشن باند زي ما إحنا شايفين. والفيرنس باند طبعا اكبر انرجي فيه اسمها اي في، والكوندكشن باند اقل انرجي اسمها الاي سي. المسافه بينهم او الجاب بينهم، تمام، دي بنسميها الباند جاب انرجي، اي جي الباند جاب انرجي، تمام. هي في الانسوليتر الباند جاب انرجي ده هي بتبقى اكبر من او يساوي 6 الكترون فولت. يبقى الطاقه هنا اللي هيحتاجها الالكترون عشان يعمل ترانزيشن من الفالنس باند للكوندكشن باند طاقه كبيره جدا، بتبقى اكبر من او يساوي 6 الكترون فولت. وبالتالي صعب جدا عند الروم تمبريتشر تلاقي فيه كاريرز هنا، تلاقي فيه فري الكترونز هنا، تمام. وبالتالي هنا عند الروم تمبريتشر دايما الستيتس هنا بتبقى مليانه جدا، وهنا كل الستيتس بتبقى انتي. طيب لو جيت بقى اقارن بينها وبين السيمي كوندكتور، هلاقي ان السيمي كوندكتور الباند دايجرام بتاعه هو نفس الباند دايجرام بتاعي، نفس الشكل، عباره عن كوندكشن باند، تمام كده، وبرده عندي فيلنس باند بالمنظر ده كده، تمام، وهنا برده اي في، وعندي هنا الاي سي. ولكن الباند دايجرام بتاعي اللي هو الباند جاب، الباند جاب دي بتروح من 1 ل 3 الكترون فولت، تمام، وبالتالي صغيره، وبالتالي سهل جدا عند روم تمبريتشر، عند درجه الحراره وليكن درجة حرارة الغرفة، هلاقي في هنا free carriers، free الكترونات، ولاقي هنا free holes. يبقى الاقي هنا carriers ولاقي هنا carriers. في نوعين من الكاريرز، free electron موجود في الكوندكشن باند، وfree holes موجودة في الفيرنس باند. وده نابع انه الالكترونات تقدر تعمل لها excitation لانها طاقة صغيرة جدا، ممكن ان هي تاخدها تقدر انها تتحرك من الايه؟ من الفيرنس باند للكوندكشن باند. ولو اتكلم على typical values، values بعينها يعني، فانا عندي سيليكون البي جي الاي جي بتاعته ب 1.1 الكترون فولت، وعندي الجاليوم ارسنايد نوع من انواع السيمي كوندكتور ارتفيشال، الاي جي بتاعتي عباره عن 1.42 الكترون فولت. فانت عندك طاقه صغيره جدا يقدر الالكترون ياخدها ويعمل ترانزيشن، وبالتالي يبقى من فري الكترون ويتكون مكانه فري هول، تمام. بالنسبه بقى للميتالز، لو جيت اقارن بين من خلال الباند دايجرام بتاعي، الاقي انه دايما مشهور جدا ان الميتالز، ان الباند جاب بتاعتي تبقى صغيره جدا، تمام كده، ما بين الفالنس باند والكوندكشن باند، اون ذا اوردر اوف 0.1 الكترون فولت مثلا او اقل. واحيانا بيبقى فيه كمان اوفرلاب، يعني احيانا الاثنين بيبقوا ايه؟ بيبقوا متداخلين، يعني يا اما تكون عندي الباند جاب صغيره جدا، يا اما بتبقى كمان في اوفرلاب موجود، وبالتالي بيبقى سهل جدا ان انت تلاقي الميتال على طول بصفه مستمره عن تمبريتشر في دايما فري كاريرز موجود. يبقى ده عباره عن تصنيفه الماتيريالز بيزد على الباند جاب. طبعا المواد الشائعه في تصنيع الكترون ديفايسز هي السيمي كوندكتور، تمام، بالاضافه الى الميتالز. هنا بقى في السيمي كوندكتور اتفقنا ان انت عندك عند درجه حراره معينه، تمام، في عندك كاريرز، فهنا بنحتاج نحسب حاجه اسمها الكارير كونسنتريشن. بنحتاج نحسب حاجه اسمها الكارير كونسنتريشن، تركيز الكارير قد ايه. يعني ايه تركيز الكارير قد ايه؟ يعني نمبر اوف كاريرز بالنسبه لليونت فوليوم، عدد الكاريرز قد ايه لوحده المتر المكعب، تمام. طب احنا دلوقتي ممكن اقول انه الكارير كونسنتريشن عندي قد ايه فري الكترون، يبقى انا عندي حاجه اسمها نيجاتيف كارير كونسنتريشن اسمه ان، وقد ايه فري هولز او فالنس هولز اللي هي الهولز الموجوده جوه الفالنس باند، وبالتالي بنحسب حاجه اسمها بي. يبقى الكارير كونسنتريشن
ممكن الكارير تبقى الكترون فري في الفالنس في الكوندكشن باند، او ممكن تبقى فالنس هول في الايه في الفالنس باند. فبنحسب الان وبنحسب الفي. طب واحد يقول احسبها ازاي؟ وليكن على سبيل المثال عايز احسب الان، هقول طب الان دي موجوده فين؟ موجوده في الكوندكشن باند. طب الكوندكشن باند ده موجود منين لمنين؟ موجود من اول اي سي لغايه ما لا نهايه في الانرجي، صح كده؟ فراح قال لك ايه؟ قال لك نعمل الاتي. نقول طيب هي الالاود ستيتس، ايه هي الستيتس اللي ممكن ياخدها الالكترون في الكوندكشن باند؟ او ارسم او احسب الالاود ستيتس، تمام كده؟ يبقى احسب حاجه اسمها رو اوف اي، رو سي اوف اي، يبقى دي اسمها الدنسيتي اوف ستيتس، اللي هي عباره عن كثافه الستيتس لعدد الستيتس بير ايه؟ بير يونت فوليوم، صح كده؟ الالاود المسموحه في الكوندكشن باند. طب هو سؤال، هو كل الستيتس دي مليانه؟ لا مش مليانه، مليانه باحتماليه، لان ما اقدرش احدد الالكترونات فيها ولا لا، لكن ممكن اضربها في احتماليه ان في الكترونات ساكناها، في احتماليه ان في الكترونات ساكناها. فدي بنسميها الاف اوف اي، بنسميها فيرمي دراج بروبابيلتي، او بنسميها البروبابيلتي اوف اوكيوبيشن، احتماليه ان في الكترونات او الستيتس دي فيها الكترونات حر. طب لو انا جمعت الكلام ده من الاي سي لما لا نهايه، يبقى انا كده جبت النمبر اوف كارير كونسنتريشن في الكوندكشن بوت. نقول تاني، يبقى انا احسب الدنسيتي اوف ستيتس، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الالاود ستيتس بير يونت فوليوم، تمام، اضربها في احتماليه انها تكون مسكونه بالالكترونات، وكامل الستيتس دي من الاي سي للما لا نهايه، اجيب كل الفري كاريرز اللي هنا. اللي فاهم نفس الكلام ممكن يقول طب احسب ازاي البي؟ البي عباره عن ايه؟ عباره عن ليها الدنسيتي اوف ستيتس برضو اسمها روفي اوف اي. يعني دلوقتي الفيرنس باند موجود من السالب ما لا نهايه لغايه الاي في، ده الانرجي اكسس بتاعي، دي الفيرنس باند هنا. طب احتماليه وجود الالكترون هي عكس احتماليه وجود الهول. يعني احتماليه وجود الالكترون في الكوندكشن باند بيعني ان في هول فين؟ في الفيرنس باند، صح كده؟ فقال لي هضربها في احتماليه وجود الهول اللي هو عباره عن واحد ناقص اف اوف اي، وكامل الانرجي من اول السالب ما لا نهايه لغايه الفالنس انرجي، تمام، اجيب الهول كونسنتريشن. يبقى دي طريقه الايه؟ طريقه الحساب. يبقى اتفقنا ان طريقه الحساب بتاعه الكارير كونسنتريشن بتعتمد على حاجتين، حاجه بنسميها الدنسيتي اوف ستيتس اللي هي سواء كان رو سي او رو في، الحاجة الثانية بتعتمد على الـ probability of occupation، تمام، اللي هي احتمالية الايه ان الستيت دي فيها كارير. طيب مبدئيا كده عايزين نحسب الـ density of state، يبقى دلوقتي هنتكلم على topic اسمه ايه؟ density of state. طب يعني ايه density of state تاني؟ اللي احنا اديناها رمز الروسي أو الرو في، هي عدد الألاود ستيتس المتاحة للإلكترون. طيب نحسب الستيتس دي إزاي؟ ببساطة خالص، لو أنا عايز أحسب الستيتس ببساطة خالص، الدنسيتي اللي محطوطة عندك في القانون فانكشن في الإي، يعني عدد الطاقات اللي ممكن تبقى متاحة للإلكترون إنه ياخدها، ده مقصود بكلمة إيه؟ الستيتس. أنت ما بتحسب الدنسيتي أوف ستيت، يعني عدد الطاقات دي لوحدة المتر المكعب. طيب هرجع اقول، طيب انا عندي حاجه اسمها الاي كي دياجرام، عندي حاجه اسمها، عندي حاجه اسمها الاي كي دياجرام، ادا الانرجي وادا الكي. في عندي هنا الكوندكشن باند بالمنظر ده كده. راح يقول طيب انا عندي هنا لو اتكلمت على حته صغيره دي كي، تمام، هلاقي في هنا عدد من الستيتس، هينظرها عدد من الستيتس في الانرجي بالمنظر ده كده، تمام. يبقى عندي هنا حاجه اسمها رو اي في دي اي، يعني عدد الستيتس في حته صغيره اسمها دي اي، عدد الستيتس في الانرجي من اول اي لغايه اي بلس دي اي، في عندي عدد من الستيتس اسمها دي اي. الكلام ده اكيد هيناظر عدد الستيتس كي في دي كي من كي سبيس، يعني عدد الستيتس هنا كل ستيت هنا تناظرها انرجي، كل ستيت منها تناظرها انرجي، فيبقى الرو كي دي كي بيساوي الرو اي دي اي. وبالتالي عشان احسب الرو اي اللي انا استخدمتها في القانون، هقول ببساطه الرو اي عباره عن رو كي دي كي بالنسبه لدي اي.
يبقى انا احط نصب اعيني ان انا عايزه احسب الدنسيتي اوف ستيتس او عدد الالاود انرجي ستيتس اللي ممكن ياخدها الالكترون في المتر المكعب. هعتمد على العلاقه دي، احسب الدنسيتي اوف ستيت من الكيس بيس، احسب الدنسيتي اوف ستيت من الكيس بيس واضربها في معدل تغير الكي بالنسبه للاي، واحده واحده كده معايا. يبقى الوقت مبدئيا لحساب، هكتب كده اهو لحساب الرو اي، فانت لازم تحتاج الرو كي. طب ايه هي الرو كي؟ هي عدد الالاود ستيت في الكيس بيس، ده معناها عدد الايه الالاود ستيتس في الكيس بيس. طبعا الكلام ده كله بير يونت فوليوم، عشان بس الناس تبقى ايه تبقى فاهمه ان كله بير يونت ايه بير يونت فوليوم. طب واحد يقول طيب نرجع بقى لمفهوم الكي، نرجع لمفهوم الكي. طب واحد يقول لي طب ايه هو الكي؟ نرجع لمفهوم بسيط جدا. ايه هو الكي؟ اتفقنا لو انا عندي اتومز وليكن one dimensional direction بعد واحد كده، تمام، الطول بتاع الاتومز دي وليكن lx، يعني معناها انه الطول في اتجاه x طول الماتيريال lx، تمام. وبدا الالكترون او الالكترون يعمل ويف، ممكن يعمل ايه؟ ممكن الالكترون يعمل ويف بالمنظر ده كده. هو الالكترون كان بيتحرك وبعد كده انجذب للاتوم لان دي شحنه موجبه وهو الكترون نيجاتيف، وبعد كده بعد عن الاتوم وبعد رجع انجذب تاني بالمنظر ده كده، تمام، وبعد كده بعد وبعد كده رجع انجذب تاني، صح كده المنظر ده كده، وبعد رجع انجذب تاني وهكذا. يبقى هي عمليه ان هو دريفت بعيد عن الالكترون وانجذب الالكترون، انجذب لان دي شحنه موجبه بتاعه الاتوم، تمام كده، والالكترون شحنته شحنه سالب، فدي عباره عن فورس اتراكشن. يبقى دي الويف اللي ممكن يعملها الالكترون. يبقى الالكترون عمل ويف بالشكل ده كده، الالكترون عمل ويف بالشكل ده كده. الويف اللي عملها الالكترون دي لاحظ ان هنا من البيك للبيك، من البيك للبيك، فالالكترون عمل مسافه اسمها 2a، صح كده، الالكترون عمل مسافه اسمها 2a. وبالتالي مش كده الويف لما اجي احسب الكي، الكي عباره عن 2 باي على الدي بروجلي ويف لينث، يعني ممكن اقول 2 باي على 2a، يعني الكلام ده عباره عن باي اوفر a، صح كده. يبقى ده عباره عن اقل ايه ممكن يعملها، اقل مسافه دي بروجلي ويف لينث، وبالتالي ماكسيمم كي. ولو احنا نتذكر لو كنت بتكلم على الاي كي دياجرام كنا بنتكلم انه في عندي هنا الكوندكشن باند، فالماكسيمم فاليو او البرون زون الفيرست برون زون اللي كنا بنقول الريديوسد اي كي دياجرام كنت بوقف على باي اوفر اي، ان الكي فعلا فاليوز بتبدا من قيم صغيره توصل لمين؟ للباي اوفر اي. طب هو الالكترون ممكن بقى نتكلم على المينيمم فاليو اوف كي. طب ايه هي المينيمم فاليو اوف كي؟ المينيمم ايه؟ ان ممكن الالكترون ما يعملش الويف دي، ما يعملش الويف دي، لكن ممكن الالكترون يعمل كده، الالكترون سرعته عاليه جدا فما انجذبش للاتومز فعمل الويف بالمنظر ده كده، فلما يعمل الويف بالمنظر ده كده هيرجع تاني فعمل حاجه اسمها ستاندنج ويف. يبقى الويف الكامله اللي عملها الالكترون، الويف الكامله اللي عملها الالكترون الويف لينث بتاعها هو 2L، هو 2L مش 2L عشان يعمل ويف كامله، وبالتالي يبقى الكي بتاعي عباره عن 2 باي باي 2L، يعني الكلام ده يساوي باي باي L، وليكن بتكلم على LX. يبقى دي اسمها الكي مينيمم ودي اسمها الكي ماكسيمم، تمام. يبقى ببساطه خالص الالكترون ممكن يعمل ويف بالمنظر ده كده، ممكن يعمل ويف بالمنظر ده كده، ممكن يعمل ويف بالمنظر ده كده. يبقى ده عباره عن الويف اللي ممكن يعملها الالكترون، وزي ما اتفقنا الويف دي نتيجه انجذابه للاتومز المختلفه ونتيجه وجود بريودك اتومز بالمنظر ده موجوده في السبيس. طيب يبقى الوقت الويف هتعمل كيهات، ممكن اقول كي واحد عباره عن اللي هي المينيمم فاليو اوف كي عباره عن باي باي ال اكس، ممكن يعمل ويف ثانيه اسمها 2 باي باي ال اكس، تمام كده، ممكن يضاعف الويف يبقى اسمها 3 باي باي ال اكس، لغايه ما يضاعف الكلام ده لغايه ما يوصل للكي ماكسيمم اللي هي عباره عن باي باي اي. يبقى دي اسمها الالاود ستيتس، دي كل واحده منهم بنسميها ستيتس، كل واحده منهم بتمثل ويف الالكترون ممكن يعملها. يبقى كل واحده منهم بتمثل ايه؟ بتمثل ستيتس، بتمثل ستيت، تمام. يبقى دلوقتي لما اتكلم دلوقتي عندي كي، تمام، في اتجاه اكس، ممكن تبقى باي باي ال اكس، ممكن تبقى 2 باي 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 ال اكس، ممكن تبقى 3 باي باي ال اكس، ممكن وهكذا لغايه ما اوصل لباي باي اي. طب ناخد تيبيكال فاليوز بالارقام، تيبيكال فاليوز بالارقام، نقول انه ال ده طول الماتيريال وليكن الماتيريال طولها وليكن 1 مليمتر، متر 1 مليمتر الماتيريال، تمام، والالكترون المسافه
بين التو اتومز وليكن عباره عن واحد انجستروم. لو هتكلم على تيبيكال سيمي كوندكتور بتكلم من 5 انجستروم ل 7 انجستروم. دي المسافه، زي سين هنتكلم في 1 انجستروم. وبالتالي يبقى الكي مينيمم اللي هي اقل قيمه للكي عباره عن باي على واحد، يعني معناها 1000 باي. والكي ماكسيمم عباره عن كام؟ عباره عن واحد اللي هي باي على ايه؟ باي على 10 باور ماينس 10، يعني الكلام ده عباره عن 10 باور 10 للايه؟ للباي، يعني الكلام ده بنتكلم في 1000 باي مضروبه في 10 باور 7. صح كده؟ طيب الوقت الستيت اللي بعد الكي مينيمم عباره عن 2000 باي. الكي بقى 3000 باي 4000 باي لغايه ما اوصل ل 10 باور 7 1000 باي. معنى كده ان انا عندي عدد كبير جدا من الستيتس، عندي عدد كبير جدا من الستيتس، مليونز اوف ستيتس، مليون اوف ستيتس من صفر الباي باي ايه، في عندي عدد كبير جدا من الستيتس. فدلوقتي احنا عايزين نحسب بقى الدنسيتي اوف ستيتس دي عامله ازاي. بس واحد بيتكلم طب في كلام ريال يقول لي انا ما عنديش الماتيريال فروم دايمنشن. اي ماتيريال عندي بتبقى عباره عن ماتيريال ليها بعد في اكس في واي في زي. فانا عندي ايه؟ ثلاث ايه؟ ثلاث ابعاد. وبالتالي عندي حاجه اسمها كي اكس، وعندي حاجه اسمها كي واي، وعندي حاجه اسمها كي زي. الالكترون ممكن يعمل ويف في اكس، ممكن يعمل في ويف واي، ممكن يعمل في ويف مشتركه من اكس وواي وزد. فهو لو اتحرك في اكس هيتحرك دايما بويف ديسكريت عباره عن ام باي باي ال اكس، ولو اتحرك في واي هتبقى باي بي باي باي ال واي، ولو اتحرك في زد هيبقى اسمها كيو باي باي ال زي. تمام؟ يبقى هو ياخد discrete values، ما ياخدش continuous value، ياخد discrete. والام دي عباره عن ايه؟ الام دي عباره عن 1 و2 و3 وهكذا. تمام؟ البي نفس الكلام 1 و2 و3 وهكذا. الكيو عباره عن 1 و2 و3 وهكذا. يبقى دي عباره عن values اللي ممكن ياخدها الكي. الكي عباره عن كي اكس او كي واي او كي زي. وبالتالي الفيكتور ممكن يعمل الالكترون عباره عن كي اكس في اكس زائد كي واي في واي زائد كي زي في زي. ممكن يتحرك في اكس، ممكن يتحرك في واي، يتحرك في اكس وواي وهكذا، بس حركته دايما بتبقى ديسكريت. وده راجع ان حركته بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فورس بتجذبه للاتوم، فحركته بتبقى محدده. ممكن يعمل الويف الكبيره، ممكن يعمل الويف الصغيره، ممكن يعمل وهكذا. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي انه ده هو ده بيسموه بقى الكيهات اللي ممكن يتحرك بيها الالكترون، وكل كي بنسميها ستيت. يعني ممكن يقول لك عندك ستيت واحد واحد وصفر، يعني اتحرك في اكس باي باي ال اكس، ويتحرك في واي باي باي ال واي. دي ستيت ممكن يبقى ستيت بتاعتي عباره عن واحد وصفر وصفر، يبقى دي ستيتس مختلفه. من هنا بنوصل لحاجه بنسميها الكيس بيس. ايه هو الكيس بيس؟ ان انا احط K على المحور الأفقي KX، وأحط K بالمنظر ده كده KX KY KZ بالمنظر ده كده، أقول إن عندي هنا states كتير جدا. تمام؟ الماكسيمم بتاعي هو باي باي AY. تمام؟ هنا نفس الكلام باي باي AX، وهنا عبارة عن باي باي AZ، بس الستيت ده هي عباره عن باي باي ال واي، والستيت دي اسمها باي باي ال اكس، وبتبدا تكرر نفسها. الستيت اللي بعدها اسمها باي باي 2 باي باي ال واي وهكذا بالمنظر ده كده. فانا عندي ستيتس، ده بيسموه الكيس بيس. يبقى انا كده فهمت اللي انا عايز اوصل له، يعني ايه ستيت، ويعني ايه الستيتس دي في الكيس بيس، يعني ايه الستيت في الكي سبيس. طيب قال لي طيب دلوقتي انا ما اقدرش احدد، لو جيت على حته صغيره في الكي اسمها دي كي، ما اقدرش احدد الستيتس قد ايه، ما اقدرش احدد النمبر اوف ستيتس. ليه؟ لان الستيتس دي ديسكريت، هو تبان ان هي كتير بس هي ديسكريت فاليوز، ان هي ديسكريت فاليوز، لان الويف لا اما يتحرك كده لا اما يتحرك كده، في اشكال معينه للحركه، مش كل الحركات يقدر يتحرك الالكترون، لان حركته نبع زي ما اتفقنا من انجذابه للاتوم او بعده عنه. يبقى النمبر اوف ستيتس هنا هي ديبان كتير، بس هي في الاصل ديسكريت فاليوز. ديسكريت فاليوز يعني ايه؟ ممكن الالكترون، ممكن الكي اكس تاخد باي باي ال اكس، ممكن تاخد 2 باي باي ال اكس، لكن ما تاخدش 3 باي 2 باي باي ال اكس، ما ينفعش تاخد دي لا تاخد دي، هي ديسكريت فاليوز. فقال لك طيب يبقى عايز احسب الدنسيتي اوف ستيتس، قال لك بسيطه جدا. قال لك نعمل ايه؟ قال لك ممكن نحسب الفوليوم اوف ستيتس، نحسب الحجم بتاع الستيتس دي قد ايه. بس قال لك منين لمنين؟ من اول كي لكي بلس دي كي. ببساطه خالص افهمك انا عايز اقول ايه. دلوقتي لو انا دلوقتي
رحت في الكيس بيس ده، اتفقنا يعني ايه الكيس بيس دلوقتي؟ اللي القيم اللي ياخدها الالكترون سواء كان كي اكس او كي او كي زي. لو انا رحت قلت لك هنا انا عندي كوره في السبيس ده، سفير كده تمام، السفير دي حجمها كام؟ هتقول 4 على 3 باي كي سكوير، والكده عباره عن كي اكس تربيع كي واي تربيع كي زي تربيع، صح كده؟ طب لو قلت لك انا خدت شل يعني عباره عن ايه؟ عباره عن كره مفرغه، بس الكره المفرغه دي السمك بتاعها كي بلس دي كي، تمام؟ يعني من اول كي لغايه كي بلس دي كي، يبقى السمك ده دي كي. يبقى انا كده عايز احسب الفوليوم ده، الفوليوم بتاع الايه؟ الشريحه دي. ببساطه خالص ممكن تقولي ان الفوليوم من اول كي لغايه كي بلس دي كي سهل جدا تقول هو عباره عن مساحه سطح الكوره ال 4 باي كي سكوير مضروب في السمك بتاعي. فانا جبت المساحه، جبت مساحه السطح الصغير ده اللي هو 4 باي كي سكوير وضربته في الدي كي، جبت الحجم بتاع الشيل دي، صح كده؟ يبقى انا جبت حجم الشيل في الكيس بيس من كي لغايه دي بلس كي. بس بيقول لي ايه؟ بيقول لي دلوقتي كي قيمه موجبه مش قيمه سالبه، صح كده؟ وبالتالي دلوقتي لو بصيت على الكوره، الكوره دي فيها قيم كي واي موجبه وفيها قيم كي واي سالبه، كي زد موجبه وكي زد سالبه، وكي اكس موجبه وكي زد ايه موجبه. وانا بتكلم على حركه الالكترون بقول الكي عباره عن 2 باي على دي بروجلي ويفلينس، مفيش كي موجب، مفيش معنى الكي سالب. وبالتالي طالما استبعدت بقى استبعدت السوالب من كي اكس وكي واي وكي زي، يبقى انا كده بتكلم على الفوليوم اوف allowed states من كي لغايه كي بلس دي كي. واحد يقول لي هو عباره عن حجم الشيل ده بس مقسوم على 8، حجم الشيل مقسوم على 8 لانه انا ما عنديش حاجه اسمها كي اكس سالبه. كي اكس سالبه هي نفسها كي اكس الموجب، هو الكي واحد، تمام كده؟ او الالكترون بيروح يمين ويرجع من يمين للشمال، هي نفس الويف اللي بيعملها، خلاص؟ يبقى ده بيسموه الكي الفوليوم اوف allowed ستيت من كي بلس دي كي. بس واحد يقول كمان في حاجه صغيره، ايه هي؟ قال لي ببساطه خالص انه الالكترون مش بس بيتحرك في الاتوم، لا كمان هو كمان بيعمل حاجه اسمها الكترون سبين، بيلف حوالين نفسه، بيلف حوالين نفسه. فانا عندي الكترون سبين بقول هاف وهاف، يعني بيلف في اتجاهين، ممكن يبقى في اتجاه عقارب الساعه واتجاه عكس عقارب الساعه. فالالكترون السبين اللي بيعملها بقدر اصنفه، فبضرب كمان فين؟ في 2. يبقى الاثنين دي عشان كونسيدر الالكترون سبين. يبقى أنا اللي أنا حسبته إيه؟ حسبت الـ volume of allowed state في الـ case base من أول k لغاية k plus dk، تمام؟ هي عبارة عن الـ volume بتاع الـ octant في الـ sphere اللي هو 4 by k squared dk على 8 ومضروب في 2 عشان الإلكترون سبين، كويس؟ طيب يبقى لما أجيب الكلام ده أقسم على الكلام ده، يبقى الكلام يساوي كام؟ by k squared dk. قال لي طيب أنا أستفيد إيه من الـ volume ده؟ قال لي طيب ده الـ volume of allowed state. لو انت بقى جبت الفوليوم بتاع وان ستيت ان كيس بيس، لو جبت الفوليوم بتاع الوان ستيت اجيبه ازاي؟ قال لي بص كده، ادا الكيس بيس بتاعك، فانت عندك وليكن النقط اللي انا علمت عليها بالمنظر ده كده، النقطه دي بتمثل ايه؟ اتفقنا ان ده كي اكس وده كي واي وده كي زي. النقطة دي بتمثل ايه؟ بتمثل انه الواي بواحد، مش كده؟ اللي هي بيسموها البي بواحد، والكيوب واحد، والزد بصفر. الكلام ده عبارة عن صفر وواحد وواحد. النقطة دي بس اللي بتمثل واحد وصفر وصفر. فانا عندي حاجة اسمها ام وبي وكيو، لما بتغيره بقدر اغير الستيت اللي بيتحرك بيها الالكترون. فدي عبارة عن ستيتس كتيرة كده، صح كده؟ طيب المسافة دي عبارة عن ايه؟ المسافة دي عبارة عن باي باي ال واي، ودي عبارة عن باي باي ال اكس، ودي عبارة عن باي باي ال زي. يبقى حجم الكيوب ده بنسميه الفوليوم، تمام؟ قدامي هنا عبارة عن باي باي ال اكس في باي باي ال واي في باي باي ال زي، ده عبارة عن الحجم اللي قدامي. طب الحجم ده فيه كام ستيت؟ هقول دلوقتي على الفيرتكس بتاعته فيه 8 ستيت، صح كده؟ بس الفوليوم ده مشترك، او الستيت دي مشتركة بين كيوبز تانية، صح كده؟ وبالتالي اكن الوان ستيت هنا هي اللي جوه الستيت، جوه وان كيوب هو وان ستيت، لان كل ستيت من دول مشتركه بين 8 مكعبات تانيين حواليها، وبالتالي مجموع الستيتس هنا تناظر وان ستيت. يبقى الفوليوم اوف وان ستيت في الكيس بيس هي باي باي ال اكس باي باي ال واي باي باي ال زي. طب واحد يقول طيب انا كنت حاسبه قبل كده الفوليوم اوف
اللاود ستيت من اول كي لغايه كي بلس دي كي، فكنا مطلعين الكلام ده عباره عن ايه؟ عباره عن باي كي سكوير، مش كده؟ باي كي سكوير دي كي، لان طبعا كان في 8 في المقام وكان في 4 في 2 فكان بالمنظر ده كده. خلاص؟ يبقى دلوقتي لو انا بقى عايزه احسب، لو انا عايزه احسب النمبر اوف ستيت هعمل ايه؟ هقول طيب اقسم الالاود فوليوم او الفوليوم بتاع الالاود ستيت على الفوليوم بتاع الوان ستيت تجيب الايه؟ النمبر اوف ستيتس. نقول تاني؟ نقول تاني. عايزه احسب عدد الستيتس قد ايه؟ فانا حسبت الفوليوم بتاع الالاود ستيت على الفوليوم بتاع الستيت الواحده، احسب النمبر اوف ستيت. يبقى على طول كده لما اتكلم على النمبر اوف ستيتس، تمام كده، من اول كي لغايه كي بلس دي كي، تمام كده، بس بتكلم على النمبر اوف ستيتس بير يونت فوليوم، يعني بتكلم على رو كي دي كي، بتكلم على الدنسيتي اوف ستيت في دي كي. فالكلام ده ببساطه خالص عباره عن ايه؟ عباره عن باي كي سكوير دي كي، اللي هو عباره عن الفوليوم بتاع الالاود ستيت مقسوم على الفوليوم بتاع وان ستيت، اللي هو عباره عن باي تكعيب على ال اكس ال واي ال زي، واخد الكلام ده اضربه، تمام كده. المفروض اقسم الكلام ده على الفوليوم اللي هو ال اكس ال واي ال زي عشان احسب الدنسيتي. ده عباره عن نمبر اوف ستيت على الفوليوم، يديني الدنسيتي اوف ستيت في الدي كي. فلما احسب اشيل ده مع ده واشيل الباي مع التكعيب، يديني بكل بساطه ان الرو كي دي كي عباره عن كي سكوير اوفر باي سكوير دي كي. اشيل الدي كي مع الدي كي، وبالتالي هنا يبقى الرو كي اللي هي النمبر اوف الاود ستيت بير يونت فوليوم في الكيس بيس هي عباره عن كي سكوير على باي سكوير. يبقى تعريف دي تاني عباره عن ايه؟ number of allowed states خلاص كده per unit volume، عباره عن كي سكوير على باي سكوير. طب واحد يقول طب انا ما كنتش عايز number of allowed states في الكي سبيس، انا عايز number of allowed state في الانرجي سبيس. فراح اقول كده يبقى الرو اوف اي دي اي يساوي الرو اوف كي دي كي، احنا استنتجنا العلاقه دي قبل كده، وبالتالي هقول يبقى الرو اي بتساوي الرو كي في دي كي باي دي اي. طب واحد يقول طب كنت بتكلم على ان كوندكشن باند، في الكوندكشن باند خلاص الاي، فانا في حاجه اسمها بارابوليك ابروكسيميشن الكوندكشن باند، تمام. ركزنا على الجزء اللي تحت اللي هو الاي بيساوي اي سي زائد اتش بار سكوير كي سكوير على 2 ام سي، ده عباره عن الايك دياجرام في الكوندكشن باند. ركزنا على جزء منه اللي هو يمثل شكل بارابولا من اول اي سي، الكيرف ده على طول عباره عن اي سي زائد اتش سكوير كي سكوير على 2 ام سي، راجع المحاضرات اللي فاتت. وبالتالي هنا ممكن اجيب الدي كي باي دي اي، هعمل ايه؟ هفاضل دي اي بالنسبه للكي، فطبعا التفاضل ده ثابت صفر، التفاضل ده هيبقى عباره عن 2 كي في اتش بار سكوير على 2 ام سي، يعني الكلام ده زائد عباره عن كي اتش بار سكوير على ام سي. فانت فاضل الكي سكوير تديني 2 كي، والاثنين هتروح مع الاثنين، يبقى ده دي اي باي دي كي. انا عايزه هنا دي كي باي دي اي، خلاص كده دي كي باي دي اي، وبالتالي يبقى الدي بالتالي يبقى الرو اي بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن كي سكوير على باي سكوير اللي هي قيمه الرو كي مضروبه في الدي كي باي دي اي اللي هو عباره عن ام سي على اتش بار سكوير في الكي. اشيل بقى كي سكوير مع كي، يديني ببساطه خالص الرو اي عباره عن ايه؟ عباره عن ام سي على اتش بار سكوير باي سكوير، تمام، في الكي. يبقى نكتبها تاني كده، يبقى الدنسيتي اوف ستيتس ان كوندكشن باند خلاص اللي هي بنسميها رو اي، تمام كده، عباره عن ايه؟ عباره عن ام سي على باي سكوير اتش بار سكوير في الكي. واحد يقول لي طيب دي بس في الكوندكشن باند، طب دلوقتي ممكن اشيل الكي واحط مكانها قيمتها، من ده عندي دلوقتي الاي بتساوي اي سي بلس اتش بار سكوير كي سكوير على 2 ام سي، وبالتالي ممكن اقول هنا الكي من هنا عباره عن ايه؟ ممكن اقول كده عباره عن 2 ام سي على اتش بار سكوير كل باور هاف في الاي ماينس اي سي باور هاف. حول هنا اضرب، حول اي سي الناحيه الثانيه يبقى اي ناقص اي سي، واضرب في اتش بار سكوير على 2 ام سي على اتش بار سكوير، وهات الجذر التربيعي تحصل على كي، عوض من هنا في هنا، مش كده؟ يبقى على طول الرو سي اوف اي عباره عن ايه؟ عباره عن ام سي على باي سكوير في اتش بار سكوير، وحط قيمه الكي اللي هو 2 ام سي على اتش بار سكوير باور هاف في اي ماينس اي سي الكل باور هاف.
ممكن اجمع ام سي وام سي باور هاف يبقى ام سي باور 3 هاف، اتش بار سكوير واتش بار سكوير بار هاف يبقى نفس الكلام اتش بار سكوير سكوير بار باور 3 هاف، وباي سكوير بره، وممكن احط 2 هنا واثنين هنا، وبالتالي يبقى ممكن اطلع علاقه على طول للرو سي اوف اي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 على 2 باي سكوير في 2 ام سي باور اتش بار سكوير باور 3 هاف في الاي ماينس اي سي باور هاف. يبقى دي بيسموها الرو سي اوف اي الدنسيتي اوف ستيتس بالنسبه للايه؟ للستيتس الموجوده في الكوندكشن باند. بنفس الطريقه سيميلارلي ممكن اعمل اجيب الرو في اوف اي. ايه اللي هيختلف؟ ان انت عندك علاقه الالكتريك فيلد او الانرجي في الفيلنس باند عباره عن اي في ماينس اتش بار سكوير كي سكوير على 2 ام في. يبقى انا لو استخدمت العلاقه دي استخدمت نفس الستيتمنت بتاعتي ان الرو في اوف اي عباره عن الرو كي خلاص، والرو كي خلاص عباره عن كي سكوير على باي سكوير مضروبه في دي كي باي دي اي، بس هتكامل هحط التفاضل بتاع الكي في الاي في علاقه الفالنس انرجي اللي هن قدامي بالمنظر ده، هحصل على الرو في اوف اي هتبقى نفس العلاقه بالظبط 1 على 2 باي سكوير في 2 ام في على اتش بار سكوير في 3 على 2، بدل ام سي هتبقى ام في، وهيبقى بدل اي ناقص اي في هيبقى اي في ماينس اي باور هاف. ويبقى عارفين هنا الانرجي بتاعت الفالنس باند اعلى حاجه اسمها الاي في، والانرجي بتاع الكوندكشن باند اقل حاجه في الكوندكشن باند. فيبقى دي علاقه الدنسيتي اوف ستيتس بتاعه الانرجيز الموجوده عندي، مش كده؟ يبقى ده عباره عن الالاود ستيت بير يونت فوليوم، يبقى دي اسمها الالاود ستيتس بير يونت فوليوم. يعني واحد يقول يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه خالص لو انت رحت قلت كده ادا الايه ادا الاكسس بتاع الاي بتاعي اهوت، وهو ده هرسم هنا اشيل هرسم على المحور ده هرسم الروسي او في، وابدا اقول طيب الروسي او في تبقى لها قيمه امتى؟ خلي بالك من اول اي سي، يعني اتفقنا العلاقه بتاعه الروسي نكتبها على جنب تاني عباره عن 1 على 2 باي سكوير في 2 ام سي على اتش بار سكوير باور 3 باور هاف، مش كده؟ مضروبه في اي ماينس اي سي باور هاف. فاول انرجي اقل من الاي سي يعني هنا تمام؟ مفيش ستيتس، الستيتس تتخلق من اول انرجي ما تبدا تبقى اعلى من الاي سي. فممكن ارسم بقى اقول طب الاي عندي اي سي بلس 0.1 الكترون فولت، عندي اي سي بلس 0.2 الكترون فولت، وهكذا. هقدر احسب الرو سي من او الرو سي من هنا وارسم الاقي كيرف. يبقى هنا كل قيمة تناظرها كل قيمة energy ناظرها density of states، من عندي allowed density of states لكل energy موجودة في عندي density of states موجودة تمام. طب بنفس الشكل لو أنا عايز أرسم الرو في إيه اللي هيختلف في القانون؟ زي ما قلنا إن ده عبارة عن 2 mv على h bar square 3 power half في ev minus e كل power half. فأنا عندي هنا بتكلم على طاقات اقل من الاي في عشان يبقى القانون ده له قيمه، لازم اتكلم على قيمه اقل من الاي في، فلاقي ان الانرجي بتاعتي بالمنظر ده كده. طبعا الميل هنا بيختلف، وبيختلف لان دايما مشهور جدا ان الفالنس افكتيف ماس بتبقى اكبر دايما من الاير كوندكشن افكتيف ماس، وبالتالي يبقى الدنسيتي اوف ستيت بتبقى اكتر، لان طبعا الدنسيتي اوف ستيت تتناسب مع الافكتيف ماس اللي عندي تمام. فدلوقتي مثلا اقول عندي الاي في ماينس 0.1 الكترون فولت، لا الدنسيتي اوف ستيت اعلى من الاي في من الاي سي زائد 1.1 الكترون فولت. فده عباره عن الدنسيتي اوف ستيت فور دي الاود دنسيتي اوف ستيت دي الاود دنسيتي اوف ستيت. هل بقى الدنسيتي اوف ستيت دي اوكيبايد ولا لا؟ ده بيزد على بقى البروبابيلتي اوف اوكيوبيشن، وهناخدها في فيديو قادم. فاحنا بالراحه كده المطلوب من المحاضره دي انك انت تفهم يعني ايه ماتيريالز، وتصنف ازاي بيزد على البند ديجرام بتاعي. الحاجه الثانيه يعني ايه دينستي اوف ستيتس، ويعني ايه كارير كونسنتريشن، ومقصود بدينستي اوف ستيتس في البند ديجرام او في الانرجي ديجرام بنحسبها ازاي، والعلاقات دي مهمه جدا اللي هي حسبه الدينستي اوف ستيتس. وفي محاضره ثانيه ان شاء الله الامور هتوضح اكتر لما نتكلم على البروبابيلتي اوف اوكيبيشن ونتكلم على الكارير كونسنتريشن. لكن ممكن في سؤال هنا بسيط جدا، ممكن يقول لك ايه؟ يقول لك سؤال بسيط جدا، ايه هي اليونت اوف
الرو اوف كي. هي اليونتس بتاعت الروكي. طبعا الروكي اتفقنا هي عباره عن density of states اللي هي الالاود ستيتس بير يونت فوليوم في الكيس بيس، والروي عباره عن الالاود ستيتس في الانرجي سبيس بير يونت فوليوم. فطبعا احنا عارفين انه الالاود density دي عباره عن ايه، عباره عن واحد الرو اوف كي دي كي، عباره عن عدد الستيتس بالنسبه للمتر تكعيب، فهي عباره عن واحد على المتر تكعيب، يعني معناها اليونتس بتاعتها ماينس 3. دي الالاود ستيتس، مش كده؟ الالاود ستيتس في ك من ك لك بلس دي ك عباره عن واحد على المتر تكعيب، وبالتالي يبقى الرو ك عباره عن ايه؟ عباره عن واحد على المتر تكعيب في واحد على دي ك، والدي ك دي عباره عن ايه؟ دي ك دي عباره عن مقلوب دي بروبلي وبلنس، يعني وحدتها اصلا ام ماينس 1، معنى كده عباره عن واحد على الام تربيع يعني ام ماينس 2. يبقى الرو ك ده هيت الدايمنشنز بتاعتها او اليونتس بتاعتها متر ماينس 2. تخيل الحكايه دي. ممكن سؤال تاني، اتفقنا سي مثلا اقول الرو سي بتساوي عباره عن 1 على 2 باي سكوير، مش كده؟ في 2 ام سي على اتش بار سكوير باور 3 باور هاف في الاي ماينس اي سي باور هاف. ممكن يقول لي جيفن ماتيريال وليكن الام سي افكتيف ماس بتاعتك عباره عن 0.2 ام 0، مش كده؟ والام 0 دايما عباره عن 9.1 تايمز 10 باور ماينس 31 كي جي، تمام؟ ويقول لي الاي سي بتاعي وليكن كنت تساوي وليكن مثلا 1.1 الكترون فولت، تمام؟ ويقول لي احسب الدنسيتي اوف ستيتس، احسب الدنسيتي اوف ستيتس عادي ستيتس عند مثلا 8 انرجي قيمتها تساوي وليكن مثلا 1.2 الكترون فولت. فكل الحكايه اروح اعوض متعويض مباشر في القانون، اجيب الدنسيتي اوف ستيتس بتاعتي لعدد الستيتس الموجوده عند الطاقه دي، تمام؟ بمجرد استخدم القانون في تعويض مباشر. ممكن بقى يطلب مني، لا ممكن يطلب مني عدد الستيتس في انرجي معينه، ممكن يقول لي احسب الدنسيتي اوف ستيتس من 1.2 لغايه 1.4 الكترون فولت، تمام كده؟ يبقى انا بحسب الدنسيتي ساعتها بقى هكامل، ساعتها ايه؟ هكامل من 1.2 ل 1.4، هجمع الدنسيتي اوف ستيتس، يعني هكامل ده من 1.2 ل 1.4. اتمنى تكون المحاضره واضحه، وان شاء الله في المحاضرات الجايه هتبدا الرؤيه توضح اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.